الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فضيلة الشيخ، يوجد أحد أقاربي ثبت بالرقية الشرعية والاستقراء المتابعة لحالته أنه مصاب بالمس، وتحدث منه يعني بعض الأفعال والأقوال الكفرية كالعياذ بالله، سب الله وسب رسول الله نسأل الله السلام. وعند مساءلته يعني في حال صحوته ينفي أنه قد عمل هذا ويعلم ذلك. مثل هذا يعني ينفي أنه عمل، ينفي يعني يقول لا لم أعمل ولم أقل هذا. نعم. هل مثل هذا يعني ما يعني العمل تجاهه؟ هل يهجر أم يصبر عليه؟ وفي حال وفاته يعني مثل الأحكام الشرعية متوجبة تجاهه ماذا يعمل؟ شيخ بارك الله فيك، هذا لا شيء عليه، لا شيء عليه ولو ترك الصلاة، لأنه الآن لا يحس أنه ترك. فيعني هذا أن الجنة أغموا عليه وحالوا بينه وبين الإرادة، فتركه لذلك كالمكره تماما، فهو على إيمانه حكما في الدنيا وإن شاء الله في الآخرة كذلك. نعم.